السلام عليكم. البارح كانت المدام ديالي غادا تولد، ديتها للسبيطار ديال المستشفى باش غادا تولد، قالوا لي لا خصك ديها السبيطار الحسني. عاود شديت امبيلونس زيتها ديتها للسبيطار، قالوا لي خصك ديها للسبيطار مولاي الحسن. عاود ثاني قال لي السيده عندها فقر الدم وعندك الجنين البنيه ديالو ضعيفه، هزها خصك ديها عاوتاني لبنورج. عاود تعيط على امبيلونس اخرى، هذه على الامبيلونس كفى بالله شهيده، مشات لي ميزانيه غابي الامبيلونس. المهم ديتها لبنورج، دخلوها جاو عاوتاني خرجوها ليا، قال لك سيدي هز مرتك با ديرجونس، ها هي البطاقه كاتبين فيها با ديرجونس. انا ما استحملتش، ما خدامش بدون عاطل على العمل، ما استحملتش بقيت كنغوت. دايرين تعليمات بان المراه الحامل عندها تتبع صحي مجانا من طرف وزاره الصحه ديال سي خالد اي طالب، الله يجازيه بخير، خصو يتدخل في هذه الامور العاجله. انا ما عنديش دابا باش نخلص المصحات 1000 درهم، منين غنجيبها؟ بدنا ندور على المحسنين، بدنا نجمع. منين سيدي جيت بقيت كنغوت تما في مستشفى ديال بنورج، عيطوا لي على الولايات العامل كلها حضرات، قالوا لي انت سيدي دير لنا الضجيج هنا في المستشفى. قلت لهم سيدي راه مرتي غادي تولد، قال لك لا سيدي بطاقه ديال الطبيبه كتقول لك با ديرجونس، هز مرتك ديها للدار. انا مني شطلبوا لي شداك شي تدعرت، ما عرفت ما ندير، ولا كيبان لي اما غنمشي للحبس اما غادي المراه غدير. هزيت المراه ديتها للدار، ديتها للدار، المرأة بدات كترد ليا، كترد ويا تفرقع عليها سميتو عليه، والبنت عندي شربت داك الشيء. شتا انا بانت ليا المرأة غادا تموت والدرية غادا تموت، عاود شديت سيارة إسعاف أخرى وجيت وأنا نعتق الموقف، جبت المصحة. دابا الحمد لله، الحمد لله تمت العملية بنجاح، البنية تعتقات، عتقوها الأطباء بفضل ديال الأطباء، عتقوها الحمد لله، لقاوها شربت داك الشيء ديال الجهل ديال ما وداك الشيء. اللهم إنا دام منكر، اللهم إنا دام منكر، ونصف الضعفاء رحنا على ناس دراوش ما عندناش. انا ملي غنجيب لهم دابا 9000 درهم انا عاطل على العمل، الاسم ديالي هو امل خالد عاطل على العمل، والله ينصر سيدنا. وان الطبيبه هي اللي كتحمل المسؤوليه ماشي الشرطه، الشرطه تدخلوا عا باش يفكوا الضوضاء والازعاج. وعاد سيدنا والله ينصر سيدنا، وكنطلب من سيدنا التدخل العاجل الانصاف. انا الحمد لله بنتي عاشت، مرتي هي بخير وعلى خير، وكنطلب من الله ياخذ الحق في هذه الطبيبه هذه اللي قالت لي با ديرجونس. ومستشفيات ثلاثه هاد المستشفيات، مشيت ديال المستشفى هو الاول مولاي الحسن، عاد قال لك بنورج، وكيقول لك هز مرتك مازال ما غتولدش، ومني غنجيب انا 9000 درهم باش نخلصها.